هكذا ستتوقف جزرنا عن الوجود. هكذا عبر زعيم أحدى دول جزر المحيط الهادئ عن بداية اختفاء أوطانهم بفعل المناخ. اختفاء وطن وتشرد شعبه هي إحدى أهم النقاط المطروحة في اجتماعات القمة الأولى من نوعها المنعقدة للتصدي لما سمي بالقلق الوجودي لآثار تغير المناخ الخميس 29 من سبتمبر 2022. تذكرنا الطبيعة في كل مرة أنه لا شيء حتمي، وليس فقط رؤساء الدول المسيطرة من يقررون تغيير خارطة العالم، وإنما حتى التقلبات المناخية لها بصمتها في محو أو خلق وطن للعيش. ففي ارتفاع مستوى البحار وزحف الجفاف قد تتغير صفتنا من صاحب وطن إلى مشرد. صاروا يطلقون عليهم لاجئي المناخ، هم باختصار النتيجة الغير محتملة لتغيرات الطبيعة. الأزمة المطلة برأسين، شعوب إما مهددة أو صارت مشردة، ودول تئن لوجود ملايين اللاجئين على أراضيها. المجتمع الدولي بين المطرقة والسندان، سعي عشرات الملايين لمغادرة قراهم دفعة واحدة بحثا عن الحياة ينذر بفوضى وضغوط هائلة على بقية الدول. أكثر من 143 مليون شخص آخر مجبرون على الهجرة بسبب المناخ بحلول عام 2050 حسب توقعات البنك الدولي، ضغوط تشمل المجتمع الدولي للتحرك من أجل الإنسانية. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكثر من 20 مليون شخص يضطرون كل عام للانتقال داخلياً أو عبر الحدود بسبب الكوارث المناخية. الخبراء يعتبرونها مسؤولية عالمية مشتركة. الأولوية القصوى تعود لإنشاء آلية مساعدة دولية خاصة بلاجئ المناخ. في المقابل لم يشكل الإطار القانوني الدولي الحالي لا تعريفا موحدا للاجئ المناخ ولا آلية إنقاذ تستهدف بالخصوص هذا النوع من اللاجئين. والنتيجة عدم وجود أساس قانوني دولي واضح لمفوضية الأمم المتحدة والوكالات الأخرى ذات الصلة بشؤون اللاجئين. بحلول عام 2020 أصدرت لجنة حقوق الإنسان قراراً يقضي بعدم إعادة لاجئي المناخ باعتبار أن الكوارث الطبيعية أصبحت مصنفة ضمن انتهاكات حقوق الأفراد. لم يحل هذا القرار الأزمة بقدر ما عمقها. فدول عديدة أعلنت عن قلقها من أن يفتح الباب للاجئي المناخ ويصبحون من المطالبين بالحماية مستقبلاً. على عكس الحروب التي تفرض اللجوء على الدول الأضعف، جاء غضب المناخ ليلغي الفروقات ويهدد العالم بتشريد مختلف سكانه مهما كان تصنيف دولهم. 86 مليون لاجئ مناخ داخلي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 49 مليون في شرق آسيا، و40 مليون في جنوبها. توقعات يؤكد حتميتها البنك الدولي داق الناقوس الخطر لعام 2050. كذلك منذ عامين أشارت التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن يغرق مواطن عيش 280 مليون شخص بحلول نهاية هذا القرن في شمال إفريقيا. 60 مليون شخص من مجمل 200 مليون محرومين من المياه. ويبدو أن دول الشرق الأوسط ستفقد سكانها ما بين لاجئ الحروب ولاجئ المناخ. منذ 2021 والعالم يشهد تسارعا في وتيرة تقلبات الطقس القياسية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار. يعود كل ذلك إلى الانبعاثات الكربونية في الهواء، ومنطقة الشرق الأوسط تنتج وتستهلك أكبر قدر من الوقود الأحفوري المساهم في انبعاثات الكربون المؤثرة في المناخ والمؤدية للكوارث الطبيعية. كل هذا ينذر بتغيير خارطة الشرق الأوسط وحركة سكان بعض الدول خاصة العراق، اليمن وبعض دول شمال إفريقيا كالجزائر وتونس. لها نصيب من تبعات أزمة المناخ، فقد شهدت منذ عامين أبشع الكوارث الطبيعية من حرائق وفيضانات أدت بدرجة أولى إلى هجرة داخلية ونزوح سكانها داخليا. اتفاقية جنيف. مع كل كارثة طبيعية تهز العالم، يعود التفكير في ملف اللجوء للأسباب المناخية وتعقيداته. والسبب الرئيس وراء ذلك هو أساساً اتفاقية جنيف للاجئين التي تم التوقيع عليها في 1951. اتفاقية جنيف لم تدرج المناخ كسبب لفرار الأشخاص من أوطانهم. بررت بأن تغييرات المناخ تؤدي إلى نزوح داخلي في نفس البلد دون الحاجة إلى أن يكون اللاجئون عابرين للحدود.
هذه النقطة أنتجت صداما بين طالبي اللجوء والدول المستضيفة، فألمانيا مثلا كانت قد أعلنت رفضها النهائي لاستقبال لاجئ المناخ، جعلها قرارها عرضة لانتقادات عديدة واتهامها بإدارة ظهرها للقضايا الدولية الإنسانية. تشهد القارة العجوز توافد مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. هذه الموجة قدرت بلجوء أكثر من 520 ألف شخص في أقل من أسبوع. التوقعات تشير إلى أن الأعداد ستتفوق على أعداد لاجئ الحرب بين عامي 2015 و 2016، عندما هرب إلى أوروبا مليون شخص من الفارين من حرب سوريا. أوروبا حاليا تبدي تضامنا أكبر مع اللاجئين الأوكرانيين، ومن المتوقع أن تكون هذه الموجة للجوء بسبب النزاعات هي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية. قد يؤدي توافد لاجئ الحروب وتزايد أعداد لاجئ المناخ نحو أوروبا إلى ضغط غير مسبوق على مواردها، خاصة وأن بعض دول القارة ليست بمنأى عن تبعات تغير المناخ.